السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد عن نسيج السلو. مبدئيا كذا عندنا كراسة الرسم، نحتاج ان احنا نرسم مستطيل في وسط الكراسة، فبنحافظ على الخط الخارجي ده مع المسطرة هنا. الخط الخارجي ده يكون مظبوط كذا مع المسطرة، وآخذ خط من هنا وأضبط مع الخط اللي من هنا مع نهاية الورقة، وأخذ خط ومن هنا مع نهاية الكراسة من الجهة الثانية من هنا، أضبط كراستي وأخذ خط آخر ما انتهينا، وآخر خط من الجهة الأخرى، وعملنا كده شكل المستطيل. أي زيادة بنمحيها لو إحنا مش ضغطين على القلم بسهولة. طيب أنا محتاج شكل مثلث عشان أرسم الشكل اللي بيميز نسيج السدو، فبحتاج أن يكون عندي قطعة من الكرتون تكون أو أي ورق مقوى زاوية 90، وأخذ من هنا زي 2 سنتي من هنا و 2 سنتي من هنا، أخذهم بالمسطرة كده، يعني هنا خليهم 2 سنتيمتر ونص عشان ما يكون صغير علينا. أدي 2 سنتيمتر ونص من هنا و 2 سنتيمتر ونص من الجهة الثانية من هنا، وأوصل بين النقطتين خط بالشكل ده. يصبح عندي ده، نقصها بالمقص يطلع معانا مثلث بالشكل ده. طيب احنا محتاجين خطين في الوسط، ناخد العرض هنا 16 نصها 8، خلينا فيه خليها مثلا اللي في الوسط ده يكون سنتي 1 سنتيمتر، خليها 7.5 من هنا ومن هنا 7.5 سنتيمتر، وناخد علامة، ومن الجهة الثانية هنا عند 7.5 سنتيمتر وناخد علامة، وهنا 7.5 سنتيمتر وناخد علامة. هنا أصبح عندي في الوسط خطين، هنا في الوسط خطين، الخطين بيفصلوا الشكل اللي هو اللي هنرسمه اللي بيميز نسيج السدو. طيب احنا هنا عندي عايزين 3 خطوط بعرض المثلث. انا احط المثلث من هنا واخد علامة عند نهاية المثلث من هنا، ومن الجهة الثانية من هنا اخد علامة، ومن الجهة الثانية من هنا وعلم علامة، ومن هنا كذلك علامة. أصبح عندي 4 نقاط يعملوا لي خطين. هذه أول خط، أضبط المسطرة كويس على النقطتين من هنا وهنا، وأخذ خط ومن هنا وهنا، أضبط على العلامتين وأخذ خط. باقي خطين من هنا، هناخد علامة نفس اللي احنا عملناه من شوية، نعيده تاني. هنا ادي 1، ادي تاني، ادي التالت، تالت علامة من هنا، الرابع، نوصل. باقي لنا خطين بعد ما ننتهي من الخطين دول، يتبقى خطين. هنا قاعدة المثلث، علامة هنا، علامة أخرى، علامة، علامة أخرى. وأصلا ممكن نكتفي بالأربعة فقط، لكن احنا بنزود
لان هنعمل مثلث واحد بس في الاخر. طيب هنا محتاجين عند الخط ده الخط رقم يعني واحد اللي هو خط نهاية المستطيل، واللي بعده الخط ده محتاجين علامة في الوسط. يعني ناخد من هنا 26 نصها 13، هنا بالظبط كده نظبطها عند 13، هي 26 وزيادة بس مش مشكلة، عند 13 ناخد علامة، ومن هنا نفس الكلام عند 13 ناخد علامة. نجيب المثلث، نخلي رأس المثلث عند النقطة دي اللي احنا عملناها العلامة دي، ودي خط من هنا خط من هنا، عملنا أول مثلث. نقلب المثلث في الجهة الأخرى ونظبط مع الخطوط، وناخد خطوطنا هنا. الخطوط ليه مش مرسومة؟ قاعدة المثلث كده كده مرسومة، دي العلامة الوحيدة اللي احنا بنعلمها في الرسم. بعدين بنمشي بالترتيب، احنا عملنا مثلث واحد، هنا هنعمل مثلثين. وبعدين هنعمل ثلاثة، هنا نقلب المثلث بالشكل ده، طبعا الدقة يعني بنسبة كبيرة موجودة، لكن طبعا كنسبة هندسية لا، احنا اللي محتاجينه هو الرسم. ادي واحد، ادي اتنين، هنا تلاتة. واحد، اتنين، ثلاثة. ده الشكل اللي يميز نسيج السدو والزخارف الهندسية، الزخارف الشعبية، يعني الأشياء اللي هي تراديشنال، زخارف تراثية. كده احنا انتهينا من الشكل، هنأكد على الخطوط فقط بس تأكيد كده عشان يوضح في الفيديو، لكن انا يعني او مش محتاج ان انا أأكد عليها طالما انا عارفها، لكن بنأكد عشان تبان للجميع. يتبقى عندنا التلوين، عندنا ثلاث ألوان بنستخدمه، أربع ألوان كمان، الأصفر ممكن البرتقالي أو الأصفر ده، خلينا في البرتقالي بلاش الأصفر. وعندنا شكل المثلث هنا اللي هم عكس بعض، نلونهم الأول عشان يعني ده وده اللي هم العكس بعض عشان ما نخلف في التلوين بعد كده. وعندك الأخضر ده وده وده، وعكسهم الجهة التانية هنا وهنا وهنا عشان ما يختلف عليك الأمر وانت بتلون. خليكم معنا بنسرع الفيديو وخليكم موجودين معنا. نبدأ باللون الأخضر ونلون كل مثلث على حدة بالترتيب، ونحاول ان احنا نركز في موضوع الترتيب، ناخد علامات عشان ما يخلف معانا الشكل. هنا احنا اخترنا ان احنا نعمل الشكل ده بطريقة مبسطة شوية ويكون باين موضح لي شكل اللي هي الزخرفة اللي بتكون في نسيج السد. نحاول ان احنا نلون حوالين
المثلثات بلون الأرضية. يعني هنا الأرضية المفروض أصلا ما يكون فيها خطوط، تكون فقط باللون الأحمر، لكن إحنا بس استخدمنا اللون الأحمر على الخطوط الموجودة، ونأكد عليها كمان في الآخر. إذا ما أكدت عليها ومحيتها يكون أفضل طبعا. أي خطوط خارجية خارج المستطيل نمحيها. عندي تعليق على نوع الألوان، نوعية الألوان في النسيج السدو. الأفضل أن يستخدم الألوان اللي هي الفيلوماستر، لكن بيكون فيها بعض التحديات. يعني الألوان ممكن ما تكمل معايا الرسمة وتكون انتهى اللون وخلص، لكن الميزة في الألوان الخشبية إنها بتعيش وبتكون سهلة في التلوين. يعني الورقة ما تخترب بسهولة في موضوع التلوين، مهما أخذت درجات لون ما بتخترب بسهولة، وسهلة وآمنة، وإنها يعني ما بتوسخ الملابس وكده. هنا بنحاول نملأ كل المساحة اللي باقية باللون الأحمر، وفي الآخر بنحدد باللون الأسود، والتحديد هو اللي هيوضح شكل الرسمة. نحتاج إن احنا كمان نضيف على الرسمة بعض الأشياء، نضيفها باللون الأسود برضو تأكيدا على الخطوط. يعني نأكد الشكل نفسه باللون الأسود. إذا لون في الماستر يكون أفضل طبعا اللون الأسود في التحديد. هنا نحاول نعمل خط عريض على الأطراف، وينفع ان احنا نعمل مثلثات في الاطراف كزينة يعني، لكن احنا بنكتفي بس بهذا الشكل. الخطوط اللي هي موجودة بالعرض دي ممكن نستغنى عنها اصلا. نحاول اغير اللون اللي في الوسط. لون برتقالي كده خفيف. هنضيف بعض الأشياء. شكل هندسي في النهاية يعمل زخرفة، يتم الزخرفة. كده نكون انتهينا من رسمة زخرفة السدو. وطبعا الأفضل مش إن احنا نرسم شكل السدو، إن احنا ندخلها في تصميمات مختلفة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.